ها قد خرجت من المدرسة الثانوية، أريد الحصول على وظيفة جيدة، ولكن التوظيف يتطلب مهارات لا أملكها. سأنضم إلى معهد للتكوين، فهذا حل مناسب على ما أظن، لكن هذا يستغرق وقتا وليس كافيا لطموحاتي. إذا لما لا أنضم إلى برنامج التعليم عبر الأنترنت للحصول على المزيد من المهارات؟ ولكن معظم هذه الدروس باللغة الإنجليزية وأنا لا أجيدها، فما عساي أفعل؟